أهلا بكم مشاهدي أكس نيوز في برنامج مال وأعمال. أنا دانا مدحت أكون معاكم النهاردة في هذه التغطية المباشرة والحية لاحتفالية عقد الشراكة بين شركة السادات الوطنية والهيئة القومية للبريد المصري. يمكن مشاهدينا هذه الشراكة تعكس الفكر المطور والرؤية المستقبلية لشركة السادات الوطنية في دعم طبعا وإدارة هذا المشروع الكبير، وهو اكتشاف المواهب وتنمية قدرات هذه المواهب المصرية والرياضيين في خلق أجيال رياضية في مختلف الألعاب الرياضية. مشاهدي اكس نيوز في هذه التغطية الخاصة لاحتفالية عقد الشراكة ما بين شركة السادات الوطنية والهيئة القومية للبريد المصري، ومشرفنا طبعا دلوقتي استاذ احمد عبد الله العضو المنتدب ورئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار. اهلا بك استاذ احمد ومبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اهلا بك. كيف تابعت هذه الاحتفالية ومزيد من التفاصيل طبعا عن هذه الشراكة التي جمعت الهيئة القومية للبريد المصري وشركة السادات الوطنية؟ اشكرك جزيلا. الحمد لله ده جهد عمل لمدة مدة تتقارب من 10 شهور اتفقنا فيه، عملنا كل الدراسات اللازمة مع شركة السادات لدراسة كل السبل التمويلية الخاصة بكيفية تطوير السادات وإنها توصل لمرحلة التنفيذ وتقديم خدمة خاصة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. واللي عجبنا في الموضوع جدا إن هي الخدمة دي بتقدم للمواطنين خارج منطقة القاهرة الكبرى، ودي نعتبر إن هي مناطق تحتاج هذه الخدمات، وإحنا شايفين إن شاء الله إن هو ليها بعد تنموي بالإضافة إلى أنها برضو ليها بعد زي جودة اقتصادية جيدة لهيئة البريد والبريد المستثمر. طيب من خلال حضرتكم الهيئة القومية للبريد المصري، كيف يمكن من خلال هذه الشراكة طبعا الاستفادة من القطاع الرياضي في مصر؟ الاستفادة من القطاع الرياضي هو الاستفادة هو جزء من أجزاء التنمية البشرية طبعا، وده احنا شايفين ان هي الرياضة والتعليم والصحة الثلاثة عناصر أهمين جدا في التنمية البشرية، وان التنمية البشرية دي شيء مهم جدا من اجل تنمية الوطن. هي ذات عائد استثماري جيد ليس مغالى فيه، انما هو عائد استثماري جيد يعود بالعائد على المؤسسات العاملة على هذه الانشطة حتى نتأكد من استدامة تقديم الخدمة على ويعود بالنفع طبعا على المواطن المصري بشكل خاص. نعم. في المستقبل، في الوقت الحاضر والمستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. طيب واحنا بنتكلم عن التنميه المستدامه، الجهود اللي تم وضعها طبعا من قبل حضراتكم لتحقيق اطار الجمهوريه الجديده وتحقيق التنميه المستدامه لمصر 2030، واهم التحديات طبعا اللي واجهتكم خلال هذه الفتره. والله يا فندم من ناحيه التحديات الحمد لله ما كانش في تحديات من مع شركه السادات، بالعكس شركه السادات والمتمثله في السيد سيف وزيري كانوا متعاونين جدا معانا في الدراسات الكافيه الخاصه اللي احنا بنعدها من اجل الاستثمار. احنا عندنا اجراءات لازم اتخاذها، منها الدراسات النافعه للجهاله، اعداد الدراسات الجدوى الاقتصاديه الكافه والشامله للتاكد من الاستثمار. هو استثمار جيد وذات عائد تنموي جيد، بس لازم نتاكد ان الاستثمار رايح في ما يصب خدمه المجتمع وخدمه المساهمين كشركة البريد الاستثمار ذات العائد. وده اللي يخليني أسألك برضو أستاذ أحمد، كيف يمكن من خلال هذه الشراكة طبعا من ناحية في زيادة الوعي الرياضي واكتشاف المواهب وتنمية هذه المواهب، ومن ناحية أخرى طبعا زيادة الدفع بعجلة الإنتاج الاقتصادي؟ نعم، هو عامة الرياضة في حد ذاتها من الأشياء الجميلة جدا اللي هي بتساعد أي طفل أو شاب في مرحلة النشأ على أنه يتعود على يروح للتمرين، خاصة بقى فيه تمام في الدولة المصرية بالرياضة بشكل المدرب كبير. المدرب صدقيني ده المدرب الجيد زيه زي المدرس الجيد وبيربي أجيال. أنا عن نفسي كنت يوم في الأيام كنت بلعب رياضة معينة، ولغاية دلوقتي أتذكر المدربين بتوعنا بكل خير وكل يعني، وهم برضو تقدر تقول عليهم نوع كبير منه تربوي ونوع رياضي. فلما الشباب والنشأ والأطفال يبدأوا حياتهم بهذا الاسلوب طبعا يعني تتوقعي ايه غير ان هو يبقى مفيد للمجتمع، سنجني ثمارها بشكل افضل طبعا. زي هذه القوه اللي عملنا بنقول عليها ان انت تطلعي في الاخر يا فندم. هل في برامج سيتم وضعها لهذه الخطه؟ جاري اعداد بقى خطط يعني في الموضوع بتاع التعليم الرياضي، احنا في خطه طموحه جدا مع استادات في هذا المجال باستغلال الاستادات الموجوده في انحاء الجمهوريه،
في برضو خطة طموحة جدا خاصة بإنشاء مراكز طبية واستغلال هذه المواقع، ان المراكز الطبية دي تساعد على تقديم خدمات طبية ورعاية طبية لكافة المحافظات والمواطنين، وهي يعني زي ما احنا عارفين برضو المحافظات الخدمة الطبية فيها محتاجة دعم، فاحنا هنستغل السادات كأز بلاتفورم في الموضوع ده. ده جزء طبعا في اطار هذه الشراكه طبعا هام جدا، وكل ده بيصب يا فندم في التنميه البشريه وتنميه العنصر البشري، واللي هو اهم عنصر من عناصر اي دوله واي وطن ان شاء الله. وتنميه الانسان يعني بشكل عام هي شعار السيد الرئيس والحكومه المصريه في الفتره الاخيره. عايزين نتكلم على تساقل مع كلام حضرتك المجالات اللي يتم العمل عليها لحدوث هذه الطفره اللي حضرتك طبعا بتتكلم عليها، سواء في المجالات الترفيهيه الرياضيه وفي كل المحافظات طبعا. زي ما سيف قال، في برامج رياضيه وبرامج تربويه وبرامج ترفيهيه، وفي برضو برامج خاصه بتمكين المراه وتطوير المراه والام، ما زالت هي من اهم الملفات الحاضره صحيح الخاصه بهيئه البريد المصري ومنوي البريد الاستثمار. احنا لينا نظره تتماشى تماما ومطابقه تماما مع تعليمات سياده الرئيس الخاصه بالاهتمام بالمراه، وده من اول المشاريع اللي ان شاء الله احنا وسيف هنبدا نشتغل فيها على طول. واحنا قعدنا يعني اعداد هذه الشراكة، احنا قبل ما نعلن عن الشراكة احنا الحمد لله اتفقنا على كتير من البرامج اللي ان شاء الله هترجع للشعب المصري والمواطن المصري والمرأة المصرية بكل خير ان شاء الله. بالحديث عن المرأة المصرية، يمكن هذا الملف حاضر بقوة في كل المؤتمرات وفي كل المنتديات في الفترة الأخيرة، لماذا ملف المرأة بالتحديد وإيه اللي ممكن تقدموه من خلال هذه الشراكة للمرأة؟ لماذا ملف المرأة؟ طبعا المرأة هي المجتمع. أشكرك. ما فيهاش كلام، واحنا من يعني نؤمن بهذا ليس كشعارا لكن ايمانا راسخا، بنحاول ان شاء الله نطور كتير جدا من بالاخص الام العامله. في الواحد بيسمع قصص امهات موجوده في محافظات بره القاهره بيعانوا ويكافحوا، واحنا عايزين نقف معاهم ان هم لو قدروا ينجحوا في تربيه نشء، فاحنا كده قدرنا نطور طبعا من اعداد دوله جديده صحيح، جمهوريه جديده، يعني بني ادمين صحيح، وسنجني ثمار كل هذه الامور في المستقبل القريب. اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركه البريد للاستثمار، شكرا جزيلا لحضرتك. اشكرك جزيلاً. نورتنا. مشاهدي اكسترا نيوز، ما زلنا معكم في هذه التغطيه الحيه والمباشره من احتفاليه عقد شراكه بين شركه السادات الوطنيه والهيئه القوميه للبريد المصري، ومشرفنا طبعا دلوقتي المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه السادات الوطنيه والعضو المنتدب. برحب بك باشمهندس معانا والف مبروك على هذه الشراكه. اهلا وسهلا بك والله يبارك فيك. اهلا بك، ولو تحدثنا عن مزيد من التفاصيل عن هذه الشراكه طبعا اللي جمعت شركه السادات الوطنيه والهيئه القوميه للبريد المصري. احنا زي ما عرضنا النهارده، شركه السادات الوطنيه كان عندها اهداف كبيره جدا خاصه بتطوير صناعه الرياضه في مصر من خلال الشركات المتعدده اللي تحت مظله شركه السادات، منها طبعا سكاي دايف فيروز، منها برزنتيشن لايف، منها شركه سيتي كلوب اللي اعلنا عنها النهارده، يمكن ان بالفعل تم انشائها لاداره المنشات والمنشات الرياضيه الخاصه بشركه السادات والشركات الاخرى كمان. قطاع الرياضة قطاع كبير جدا، قطاع النهاردة في دول كتيرة جدا يعتبر جزء أساسي من اقتصاد الدول، والدولة المصرية يعني بتولي اهتمام كبير جدا بقطاع الرياضة بشكل كبير جدا جدا، وهي بالفعل جزء من رؤية 2030. فكان بالنسبة لنا ان احنا محتاجين ان احنا علشان نقدر ان احنا نمشي بسرعة كبيرة شوية ونقدر ان احنا نوصل لأهدافنا بشكل أقوى وأسرع، تلاقة الأفكار ما بيننا وما بين شركة البريد للاستثمار الزراع الاستثماري لهيئة البريد المصرية، والحمد لله في خلال الثمان شهور اللي فاتوا دول دخلنا في مفاوضات كانت الحمد لله يعني خلصت بالنجاح اللي احنا شفناه النهارده ده، اللي فعلا ده يعتبر اول شراكه تتم بالسكيل ده في السوق الرياضي المصري.
وطبعا كلها بتصب في مصلحة المواطن المصري في المقام الأول. لو تحدثنا عن الأليات أو الخطط اللي تم وضعها طبعا من قبل حضراتكم للتوسع واتخاذ مزيد من الخطوات على أرض الواقع لتنفيذ هذه الأنشطة والفعاليات بشكل دولي وبشكل خارج مصر. هو بالفعل وده طبعا عن طريق أندية سيتي كلوب اللي موجودة النهاردة في أكثر من 15 مدينة، وحنوصل إن شاء الله للعشرين في المرحلة الثانية. النهاردة اتكلمنا على أندية سيتي كلوب وابتدينا نشوف قد إيه حجم النشاط الرياضي اللي موجود فيها بالنسبة للمنشآت اللي موجودة النهاردة، موجودة على أعلى مستوى تضاهي فعلا الأندية اللي موجودة في المحافظات الكبرى. وده كان هدف طبعا وإحنا بننشئ أندية سيتي كلوب في المحافظات، إن إحنا يكون عندنا حاجة منافسة نقدر إن إحنا نطور بيها فعلا وننشر الوعي الرياضي، ونقدر إن إحنا نساعد في بناء الإنسان من المنظور الرياضي. طيب، وإحنا نتكلم عن تنمية قدرات الإنسان المصري وبرضو زيادة الوعي الرياضي، كيف يمكن بشمهندس من خلال هذه الشراكة وتوقيع هذه الشراكة الدفع بعجلة الإنتاج الاقتصادي من جهة، ومن ناحية تانية برضو زيادة الوعي الرياضي لدى المواطن المصري وتنمية هذه القدرات والمواهب؟ إحنا طبعا بنركز على النشأ اللي هو في الآخر خالص، هو ده اللي بيتشكل علشان خاطر يقود السفينة كلها. فإحنا كان عندنا هدف واضح وصريح بالنسبة للوعي الرياضي، علشان كده حطينا فكر كيفية إنشاء الأكاديميات الرياضية إن هي تكون بالشكل ده، اللي كمان مش بس بتعتمد على الأبطال فقط، لا بتعتمد على منهج يقدر يطلع رياضي متوازن قوي. وده طبعا هيقدر ان هو يضيف مستقبلا لزيادة الاهتمام بالقطاع الرياضي اللي هيؤثر تباعا على الاقتصاد من المنظور الخاص بالرياضة. يمكن حضرتك ذكرت خلال هذا المؤتمر الصحفي فأقل من عامين تم تطوير العديد من الصالات الرياضية و16 استاد محلي لسيتي كلوب، ايه الخطة اللي انتوا تبعتوها لتنفيذ هذا الامر؟ هو بالفعل كان تم ده جه بناء على البروتوكول اللي تم توقيعه ما بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة المجتمعات العمرانية مع شركة استادات. بصراحة دعم الدولة جميع أجهزة الدولة النهاردة هو اللي مخلينا ان احنا نقدر نتحرك بالسرعة دي. تم افتتاح بالفعل 8 فروع، في 6 فروع اخرين تحت الانشاء، وكمان بوجود البريد معانا النهارده ده هيسرع وتيره الانشاءات، ومش بس هيسرع الوتيره، لا بالعكس ده احنا عندنا مشاريع اخرى اتحطت في خلال الفتره اللي كنا بندرس فيها الشراكه دي. اللي كان في اي نوع من التحديات خلال وضع هذه الدراسات؟ طبعا كان في تحديات طبيعيه جدا اللي هي ما بين اللي هي ما قبل اي طبعا ما قبل تنفيذ خطوات لاي شراكه كبيره بالشكل ده، ولكن الحمد لله الهدف كان اكبر من الشركات كلها، فعلشان كده الحمد لله يعني تمت على خير ووقعنا النهارده. حضرتك ذكرت برضو نقطة هامة وهي دعم الدولة المصرية لكل القطاعات وبتحديد القطاع الرياضي، لو تحدثني باستفاضة وبشكل أكبر كيف يمكن من خلال هذا الدعم تحقيق التلاحم أو الملحمة الوطنية بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ احنا النهاردة دورنا في احنا طبعا جزء من الدولة، واحنا بندعم عن طريق الاستفادة القصوى من أصول الدولة الرياضية، وده بيبقى عن وهو ده البروتوكول اللي تم توقيعه مع وزارة الشباب والرياضة، ان احنا نكون جزء من المساعده اللي نقدر نطور بيها بسرعه جدا، لان الاهداف كبيره، وزي ما بنقول ان احنا ما فيش وقت ان احنا فعلا نستنى، لا احنا عايزين نجري بسرعه جدا عشان حتى نبقى ماشيين بنفس سرعه وتيره اطار الجمهوريه الجديده طبعا والتنميه المستدامه طبعا. باشمهندس برضو عايز اسالك باشمهندس سيف على نقطه هامه وانت برضو اتكلمت عليها خلال المؤتمر الصحفي، انه هيكون في نوع من طفره او اختلاف هنشهده خلال الفتره القادمه في كل المجالات الثقافيه والرياضيه وحتى الترفيهيه، فلو تحدثني بشكل اكبر عن هذه الجزئيه. احنا طبعا واحنا بنحط الخطه الخاصه بأندية سيتي كلوب اللي هي موجوده في المحافظات ما فكرناش بس في حته تطوير الوعي الرياضي فقط، ولكن كان عندنا وبالفعل تم كان في بعض الفعاليات اللي كانت تمت في خلال الفتره اللي فاتت من ندوات ومن حفلات غنائيه ومن احتفالات. والخطه طبعا التوسع في كل محافظات الجمهوريه. بالظبط كده، ان شاء الله هنكون موجودين في كل المحافظات علشان
خاطر يعني نقدر نقدم بس حاجه تكون تليق باهالي المحافظات ويقدروا ان هم يروحوا يمارسوا فيها الرياضه ويقضوا فيها وقت بامان طبعا، ويبقى عندهم كل الوسائل اللي تخليهم يكونوا والتسهيلات بشكل اكبر. بالظبط. طيب ما ينفعش ما نتكلمش على نقطه هامه برضو، هي مبادره حياه كريمه. انتوا ذكرتوا ان ليكوا دور في هذه المبادره، وكما تعلم باشمهندس سيف يعني مبادره حياه كريمه مشروع قومي هائل ومبادره رئاسيه حققت نجاح ليس فقط على المستوى طبعا المصري او الافريقي، لكن حتى على المستوى الاقليمي والدولي. ايه دور حضراتكم في هذه المبادره؟ احنا طبعا نفخر ان احنا نكون جزء من مبادره حياه كريمه. احنا بنقدم يعني دور بسيط جدا جدا في المبادره دي، ان احنا فعلا ما ندخلش ابدا في اي انشاءات بتتم او في اي فكر موجود ان هو ما يروحش في المحافظات دي، بل بالعكس. يعني يمكن النهارده الصور ورتنا ان احنا جميع المنشآت اللي هناك معموله على اعلى مستوى، الخدمات اللي بتقدم على اعلى مستوى، ودي كانت اول مره تكون ليها وجود في المحافظات بالشكل ده. نتمنى طبعا ان يكون مجهود الشركات كلها بيخدم الهدف الاكبر، وده هنشوف الفتره اللي جايه ان شاء الله بتفعيل الشراكه هيكون ليه تاثير اسرع واكبر ان شاء الله على الارض ما بين شركه استادات وهيئه البريد. اكيد يمكن كل الجهود التي تبذل من قبل الدوله المصريه طبعا من قبل حضراتكم، من وجهه نظر كيف ينظر اليها المواطن المصري؟ يعني ايه اللي لمستوه من خلال الاعضاء او الناس اللي كانت بتشارك في هذه الشراكه؟ هو بالفعل طبعا اللي لمسناه ان الاعضاء النهارده كانوا يعني متحمسين جدا لفكره ان في اكاديميات رياضيه، اولا في نادي مبني على مساحات كبيره جدا ب يعني كواليتي عاليه جدا من الانشاءات بتضاهي الانديه اللي موجوده فعلا في المحافظات. بنقدم جميع الخدمات على اعلى مستوى، بنقدم نشاط رياضي على اعلى مستوى. طبعا في بالنسبه للشمول المالي احنا النهارده بنشتغل على ان يبقى كله كاشلس كوميونيتي في انديه سيتي كلوب. اكيد بس هيكون ليها طبعا مردود كبير يعني على المجتمع المصري، ده بالتاكيد ان شاء الله. طيب اخيرا مش عايزه اطول على حضرتك، الخطه لشركه السادات الوطني للتوسع خارج مصر؟ هو طبعا احنا كشركه كان في استراتيجيه اتحطت لسنه 2025، وكان من ضمنها كيفيه التواجد في بعض الدول في افريقيا، وده طبعا دعما من الدولة المصرية بالإضافة إلى اكتشاف المواهب في أفريقيا. فإن شاء الله قريبا هنعلن عن كيفية التواجد وهيتم الإعلان. أتمنى لكم كل التوفيق. أشكرك شكرا جزيلا باشمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة السادات الوطنية والعضو المنتدب. أشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدي اكشن نيوز ما زلنا معكم في هذه التغطيه، وينضم الينا الان استاذ محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره شركه السادات الوطنيه للاستثمار الرياضي. ورحب بك استاذ محمد والف مبروك على هذه الشراكه. اهلا وسهلا بك، واحنا بنرحب بيك ويعني مبروك لينا كلنا لمصر. ومبروك لبلدنا ومبروك أكيد. لشركه البريد، مبروك للاستاذ شريف رئيس مجلس اداره البريد واعضاء مجلس الاداره بالكامل، وبشكره جدا جدا اللي هو مقتنع بالرياضة ومقتنع بالاستثمار الرياضي. إن شاء الله تبقى خطوة مهمة جدا، خطوة دي خطوة مهمة في الاستثمار الرياضي، خطوة مهمة في أو متوافقة مع رؤية الدولة 2030، وفي نفس الوقت إن شاء الله مشروع القرن حياة كريمة في كل محافظات مصر إن شاء الله بإذن الله. هنتكلم عن كل هذه الأمور باستفاضة، بس دعني في البداية أسألك يعني عن مزيد من التفاصيل أو الأليات اللي أنتوا وضعتوها لعقد هذه الشراكة طبعا ما بين الهيئة القومية للبريد المصري بين شركة السادات الوطنية. أساسها الرياضة، أساسها تطوير الأندية، أساسها تطوير المنشآت الرياضية. بقالنا كتير جدا جدا مصر أغنى دولة في المنشآت الرياضية، وهذا الكلام مش كلام شعارات، ده كلام حقيقي. احنا سافرنا كتير، أنا يمكن كان ليا حظ إن أنا راجل مارست الرياضة من صغري فعايش في المجتمع الرياضي. مصر فيها أكبر منشآت رياضية وأكبر أندية رياضية مفيش في العالم. العالم كله هتلاقي ملعب قائم عليه نادي، لا النهارده ما فيش المفهوم من النادي الاجتماعي الثقافي الرياضي، مش موجود، موجود في مصر فقط لا غير. عشان كده احنا برضو من اهدافنا بشراكتنا مع البريد، احنا مش هنقف
على مصر فقط لا غير، لا ان شاء الله باذن الله هنخرج خارج مصر، هنخرج في الدول العربيه عشان خاطر اهلنا المصريين في الخارج، هنروح للدول الافريقيه وده طبقا برضه لتوجهات الدوله. وايه الخطه اللي انتوا هيتم وضعها طبعا من قبل حضراتكم للتوسع في الخارج وتنميه حتى البنيه التحتيه الافريقيه؟ ان شاء الله باذن الله هيكون في برضه تعاون في اكثر من دوله افريقيه من خلال الرياضه، وبناء على الرياضه هنبدا ننقل الفكر الاجتماعي، فكر المنشات الرياضيه مش استاد فقط لا غير، لا ازاي يبقى في الفكر النادي المكان الاجتماعي المهيئ لاستقبال صحيح. الاسر مستقبل الـ 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 الاب والام والابن خطه بشريه زي ما حضرتك ذكرت في البدايه، فهو ده اللي احنا هنتحرك فيه ان شاء الله باذن الله. وفي نفس الوقت برضو من خلال الرياضه، الرياضه كنز، الرياضه مش دعم فقط، انا لسه كنت بقول مع الزملاء قبل كده عايزين من النهارده نلقي كلمه دعم الرياضه او دعم بمفهومه، لا احنا بنستثمر. حضرتك النهارده هل بتدعمي ابنك ولا بتستثمري في اولادك؟ النهارده انا بستثمر عشان خاطر الاقي ناتج، هو اسمه استثمار عشان خاطر ناتج في النهايه. صناعه الرياضه يجب ان تكون ذراع قوي في الاقتصاد المصري زي باقي دول العالم، في دول كتير جدا اقتصادها قائم على الرياضه فقط مش ودي سياحة. طبعا هنجني ثمارها بشكل كبير في المستقبل القريب بالتاكيد. الرياضه صناعه قويه جدا 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 بكل تفاصيلها، وتفتح مجالات عمل وفرص عمل لكل شبابنا في كل محافظات مصر، فده ان شاء الله باذن الله. زي الدوله المصريه مهتمه بصراحه بشكل كبير في الفتره الاخيره بالرياضه وبالشباب كده طبعا، عشان كده بنقول النهارده بنعلن احنا فاتحين بابنا لكل واحد عايز يشتغل، لكل واحد عايز يجتهد، شغل موجود، شغل في اي مكان موجود، اخدم بلدك واشتغل واحلم هتلاقي هتحقق حلمك اللي انت عايزه. دي النقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها معاك استاذ محمد، يعني المنظومه او الخطه اللي هيتم وضعها طبعا من قبل حضراتكم للاستثمار وليس الدعم فقط لهذا القطاع الرياضي ولتنميه المواهب واكتشاف المواهب برضو. طيب شوف احنا هنشتغل على محورين، المحور الاساسي المحور الاجتماعي والثقافي، والمحور الاخر الاهم المحور الرياضي. النهارده المحور الاجتماعي والثقافي احنا بنشتغل عليه من خلال انشاء مجتمع يكون فيه اجتماعيا ثقافيا توفير او توقيع بروتوكولات مع هيئات الدوله اللي توصل الرساله بتاعتنا اللي احنا عايزينها لابنائنا في كل المحافظات. ازاي يبقى في مكان النهارده بدل ما انت عندك وقت فاضي هتروح تقعد في حته، لا انت رايح النادي هتقعد في، عايز تلعب رياضه هتمارس الرياضه، عايز النهارده هتتعلم هتلاقي في موجود ندوات ثقافيه، عايز النهارده مكان اجتماعي ورياضي بشكل اكبر، رياضي مشترك، فهو ده اللي احنا بنفكر فيه وبنتحرك فيه. اما بقى بالنسبه للرياضه دي خطه طويله جدا جدا، احنا بنستعين بافضل النجوم وابرز العناصر، وان شاء الله مش هتبقى محليه فقط لا غير، لا هتبقى برضو خبرات اجنبيه باذن الله، بس اللي هي تستحق تبقى موجوده لان احنا عندنا كفاءات عاليه جدا. كفاءات صراحة عاليه جدا جدا جدا. وبنبدا نهتم برضو بخط يمكن سيف قال عليه ومشروع موجود ان شاء الله باذن الله هنعلن عنه قريب. عندنا النهارده اهم اتنين بيأثروا في الأسرة المصرية، المدرس والمدرب. إذا ما كانش العنصر ده مؤهل علميا صح، مؤهل نفسيا صح، هيبقى عندنا مشكلة كبيرة. هو ده الفترة اللي جاية اللي يجب أن يكون هناك برامج تدريبية وبرامج تأهيلية لكل من يعمل في مجال الرياضة أو كل من هيكون مسؤول. ده اللي انتوا اتكلمتوا عليه خلال هذا المؤتمر، وهو ده اللي حكينا عليه. كل مسؤول، أنا النهاردة بسيب ابني أو بسيب بنتي مع مدرب، هذا المدرب إذا ما كانش مؤهل نفسيا صحيح، أنا مش عايزه أبطل ولكن عايز أطلع شخص قادر اللي هو يخدم بلده. طب انا عايز اسالك في جزئيه دي استاذ محمد، يمكن تنميه البشريه او تنميه قدرات المواطن المصري سواء المدرب او غيره، يعني هل سيكون هناك خطه او برامج جديده غير الاعوام السابقه؟ يمكن برضو ذكرت نقطه هامه ان يكون في دور لتنميه قرى الريف المصري، تنميه بشريه اجتماعيه ثقافيه من خلال طبعا مبادره حياه كريمه او مشروع القومي حياه كريمه، لو تحدثنا بشكل اكبر عن هذا الامر. شوف كل حاجه من خلال التدريب ومن خلال العلم هنوصل اللي احنا عايزينه. شباب مصر النهارده شباب عنده طموح واعي جدا، ودي النقطه يمكن اللي السيد الرئيس بينبه عليها في كل مؤتمر، ودي حضرتك شفتي مؤتمر الشباب النهارده عامل ازاي وشباب بيكونوا ازاي، اللي احنا واقفين فيه النهارده ده الفكر، قضيه الوعي هو ده صحيح. في نفس الوقت لا لو كان الايفنت اللي احنا واقفين فيه اللي نفذه مين واللي فكر فيه مين واللي عرضه مين، ما هم شباب احنا نقف جنبهم هندعمهم وان شاء الله باذن الله هنأهلهم، لان هو في يوم الايام لازم هيجوا في مكاننا وهم اللي هيكملوا المسيره بتاعتنا. اذا ما كانش هو قادر، ما كانش بيحب بلده، ما كانش النهارده شايف اللي احلامه بتتحقق، عمرنا ما هنتحرك، فهو من خلالهم هو ده اللي احنا هنتحرك ان شاء الله. ايه اللي لمستوه يعني من خلال شغلكم في الفتره الماضيه والفتره السابقه من الشباب؟ يعني كم من الطاقه والحماس غير عادي، ناقص حاجه واحده بس، الدعم. دعم وافتحي له السكه، وبلاش كلمه دعم، استثمار. استثمري فيه، استثمري فيه كويس، استثمري فيه بشكل جيد،
حطيه في المكان اللي هو بيحبه. دعم واستثمار من كل النواحي استاذ محمد، صحيح. هتلاقي النهارده بيتحركوا معاكي، عندهم افكار النهارده احسن مني، عندهم افكار النهارده احسن، واللي هتلاقي الجيل اللي طالع الصغير كل الاجيال بتطور، اذا ما كناش احنا هنطور معاهم ونديهم الفرصه الوقت هيضيع مننا، احنا عندنا النهارده ما عندناش وقت. الفرصه والتوجيه بشكل عام. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيجري في كل مكان، هو حلم وبيحلم وبيحقق حلمه مع المصريين، احنا نفس احنا جزء، الجزء ده اسمه الرياضه، فاحنا بنستغل فرصه النهارده حدث زي ده بشراكه زي دي مع البريد المصري، النهارده البريد المصري بالنسبه لكل المصريين دي بقت ملحمه وطنيه صراحه، يعني صراحه احنا بنشهدها في الفتره الاخيره التلاحم بين القطاع العام والقطاع الخاص ايضا. هو ده النهارده البريد المصري بالنسبه لكل المصريين ايه؟ اطمئنان، انا عندي استعداد احط فلوسي في البريد المصري، او البريد المصري ده اللي كان بيوصل لي الجواب لغايه عندي، فالبريد المصري بيطمن المصريين، وفي نفس الوقت الشراكه دي احنا رايحين عشان نطمن كل عائلتنا وكل اخواتنا في كل المحافظات، ومش هنكتفي بالمحافظات اللي معانا بس، لا احنا من خلال البروتوكول اللي بيتم مع وزاره الشباب والرياضه او بيتم مع هيئه المكتبات العمرانيه او مع الغير الانديه الخاصه زي ما حضرتك قلت، احنا عندنا استعداد نتحرك في كل المحافظات لغايه اما نوفر فعلا الحياه الكريمه، وفعلا الغرض الاساسي بقى اكتشاف الموهبه مش في الرياضه فقط لا غير، عايز اكتشاف موهبه ثقافيه، اكتشاف موهبه فنيه، اكتشاف موهبه تعليميه، كل واحد عنده موهبه هنحاول بقدر الامكان. احنا بنحلم ويمكن حللنا كتير وننفذنا الحمد لله رب العالمين، ولكن ده هو ده اللي احنا عايزين نعمله، هو ده اللي احنا عايزين نتحرك فيه، زي ما انتم شفتوا النهارده مش كلام بس، لا هنيجي في يوم ان شاء الله باذن الله هنحاسب نفسنا. يمكن في اموال تساقط مع كلامك استاذ محمد، اموال هائله تم تخصيصها لهذه التنميه البشريه والدافع بهذه البرامج الحمايه الاجتماعيه، عايزين نتكلم عن جزئيه هامه برضو وهي ملف الشباب وملف الرياضه، يمكن هناك اهتمام كبير جدا من قبل السيد الرئيس ومن قبل القياده السياسيه بهذا الملف، وحاضر بقوه في كل المنتديات في كل المبادرات وفي كل المؤتمرات، لو تحدثني باستفاضه وبشكل اكبر اهميه الاهتمام بهذا الملف وكيف سيعود بالنفع طبعا على المواطن المصري. شوف الست الرئيس يعني مهتم بثلاث ملفات مهمين جدا، المراه طبعا، المراه على راسهم اكيد، الشباب اصحاب الهمم، المواطن المصري بشكل عام، صحيح دول 80% من المجتمع، 80% المراه، وده شعار السيد الرئيس، هو الانسان المصري، هو ده صح، طورت المراه، علمتيها، وفرت لها الامان، أمنت لها حقوقها، هتلاقي جيل طالع، لأن المرأة الأم هي اللي بتربي وهي اللي بتودي المدرسة وهي اللي بتجيب وهي اللي بتتحمل، لأن الأب دايما بيبقى في الشغل ودايما احنا مقصرين في بيوتنا، فعشان كده هو ده لو أهلت المرأة صح هتلاقي عندك أجيال طالعة صح. الجزء الثاني الشباب، النهارده أي مجتمع قوته فين؟ ده الوقود الحقيقي بتاعه، هو مش كلام، ما احنا النهارده كنا صغيرين وبنكبر، هي دي سنة الحياة، لو ما النهارده شبابنا ما تأهلوش وما أخدوش الفرصة، واتمنى كل واحد بيأدي دوره بتمشي عشان يجي اللي بعديك، هي دي سنة الحياة، مش الشطارة اللي نفضل قاعد أطول فترة ممكنة، لا لازم أجيال بتسلم بعض عشان خاطر في الآخر نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. القدرات الخاصة وأصحاب الهمم متهيألي انتوا شايفين الفترة اللي فاتت برضو إزاي المجتمع بيستفيد منهم، مفيش حد المواطن زي ما حضرتك قلت، وبقى في اشاده دوليه الحقيقه بالاهتمام بهذه الفئه وبكل القطاعات المصريه، المواطن الحقيقة. المواطن المواطن او الانسان وفري له كافه الخدمات، ولكن هو عليه واجبات يجب ان يلتزم بيها، مش حقوق بس، عشان كده انا برفض كلمه الدعم وعايز اغيرها تبقى كلمه استثمار، لان احنا النهارده انا مش بدعمك، انا بستثمر فيك لغايه ما تقف على رجلك، ده دوري، لان بفضل اساعدك لغايه ما تقف على رجلك، وقت ما وقفت على رجلك لازم انا ابدا استفيد منك، هي دي بقى ساعتها الصناعه ونوصل للهدف اللي احنا عايزينه كلنا ان شاء الله. احنا بنشكركم على هذا الدور الكبير، وتاني مره الف مبروك على هذه الشراكه، اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره شركه السدات الوطنيه للاستثمار الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك يا فندم، شكرا. مشاهدينا كنا معكم في هذه التغطية لاحتفالية عقد الشراكة ما بين الهيئة القومية للبريد المصري وشركة السدات الوطنية، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.